بسم الله الرحمن الرحيم. سيقوم تجمع كتائب المصطفى لواء ذي النورين بالاشتراك مع كتيبة أشراف بيت المقدس لواء الأحواز والكتائب المتواجدة حول الحاسوب، كتيبة أحرار الصاعقة، سرايا النصر، بيت المقدس، يوسف الصديق، أحفاد المصطفى، فدائيين الإسلام، القوات الخاصة، شهداء القادسية، شهداء الفرات، صقور المصطفى، بعملية نوعية بواسطة البي ام بي تستهدف مبنى ثانوية الحاسوب بحي الصناعة والذي يعتبر أقوى معاقل النظام في المنطقة. ولمزيد من التفاصيل معنا الأخ أبو رفيق الملازم أول. أخونا أبو رفيق، تحدثنا عن طبيعة العملية التي سوف تقومون بها. سوف نقوم باستخدام البي ام بي لدك مواقع الشبيحة المتواجدين في ثانوية الحاسوب، ونسأل الله أن يسدد رؤيانا. أيضا معنا قائد كتيبة أحرار الصاعقة أبو عمر. أخ أبو عمر، ما صحة الأنباء عن رغبة النظام في قيام بحملة لاقتحام مدينة دير الزور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحملة هاي مو جديدة علينا، هو استنفذ حملات الدم لهذه المحافظة، وإن شاء الله مثل اللي راحت قبلها، وصدت الحمد لله من أكثر من محور، صدت وانكسرت، وإن شاء الله هاي اللي من جهة الصناعة والحاسوب إن شاء الله زاد مدحورة بإذن الله. أيضا معنا قائد كتيبة سرايا النصر سيد ليث الدالي. حدثنا أخي عن معنويات الجيش الحر المرابطين عند في جبهات القتال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والله نختصر الكلام بكلمتين، إنه عندنا شباب ماتها بالموت، والنصر قادم بإذن الله. معنا أيضا كتيبة بيت المقدس الأخ أبو فواز. أخ أبو فواز، حدثنا عن طبيعة العملية التي ستقومون بها في منطقة الصناعة بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، محافظة دير الزور سيقومون على تحرير المدينة بشكل كامل إن شاء الله. إن شاء الله الكريم. والآن معنا أخيرا الأخ أبو أحمد، قائد تجمع كتائب المصطفى. أخ أبو أحمد، ما هي الرسالة التي توجهها للمجاهدين المرابطين على جبهات القتال كافة في مدينة دير الزور؟ الله يقويهم ويحفظهم، الحمد لله رب العالمين. تكبير.